الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. من استحل دم مؤمنا خرج من الإسلام والإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى آخر الآيات. ما كان لمؤمن، كأن معناه ما جاز لمؤمن، لا يجوز للمؤمن أن يقتل مؤمن متعمد، ولكن قد يقع منه هذا خطأ بأن يسدد على شيء ولا يدري أن وراءه مؤمن فيصيب هذا المؤمن بسهمه أو برصاصه فيقتله، فهذا لم يقصد قتل مؤمن، إنما قتله خطأ. فهذا الخطأ في قتل إنسان معصوم الدم وضع الله له عقابا دنيويا مع التوبة. هذا العقاب الدنيوي هو قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. يعني طالما فقد من المجتمع الإسلامي بسبب تصرف هذا الشخص شخص من المؤمنين، ينبغي أن يعتق رقبة مؤمنة، يحرر إنسان من العبودية من المؤمن فيحرره فيصبح كأنه بدل هذا الذي قتله. هذا عقاب دنيوي. وهناك عقاب مادي: ودية مسلمة إلى أهله. هذا الشخص الذي قتله فقد يعني أولاده فقدوه، زوجته، فإذا يدفع الدية إلى أهله. والدية تسلم للورثة، وهي 100 من الإبل أو قيمتها من الذهب والفضة، تعطى للورثة ورثة هذا المقتول، وتوزع عليهم حسب توزيع الميراث. هنا تنتقل الآية إلى ما يسمى في العصر الحاضر الحقوق الدولية. مع الأسف عندما كنا ندرس في الجامعة جاءنا أستاذ في الحقوق الدولية يدرسنا الحقوق الدولية، فكان يتحدث عن الأشياء التي درسها في فرنسا، وبدأ حديثه بمقدمة أن الحقوق الدولية أصلها لمجموعة من الدكاترة الألمان رأوا كتابا اسمه مؤلفه الشيباني، فأخذوا منه بحثا يتعلق بالعلاقات بين الدول، السلم والحرب، فترجموه إلى لغات متعددة وكونوا جمعية سموها جمعية الشيباني للحقوق الدولية، وكانت أصل عصبة الأمم المتحدة، ثم فشلت لأنها توجهت لغير الله، ثم أنشئ بعدها هيئة الأمم المتحدة أحكموها بالدول العظمى من أجل أن تتسلط على البشرية. فأصل الحقوق الدولية من عندنا، ولكن الحقوق الدولية في ديننا هي من أجل إيجاد السلم الحقيقي والأمن الحقيقي، وليس من أجل الظلم، أن تظلم الدول المتسلطة الدول الضعيفة، لا. فالله تبارك وتعالى يقول: فإن كان، أي المقتول، من قوم عدو لكم، ما من دولتكم، من دولة أعدائكم، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. هذا أول عقاب، أن يحرر رقبة مؤمنة بدل هذا المؤمن الذي قتله. وإذا كان هؤلاء الأقوام أعداء لا تدفع لهم الدية، لأنه لا يجوز أن ندفع المال لأعدائنا حتى يتقوا علينا ويقاتلون بها. المفروض أن القرآن يقول: من كان من قوم، فإن كان من قوم بينكم عدو لكم فدية مسلمة إلى أهله، ولم فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يتحدث عن الدية. أما إذا كان بين الدولة الإسلامية وبين دولة هذا المقتول، ولو كانت كفار، في ميثاق وفي عهود، يعني في علاقات سلمية بيناتنا، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، إن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق، مواثيق أو عهود على السلم والتعامل، فدية مسلمة إلى أهله. مع تحرير الرقبة يدفع القاتل الدية إلى أهل المقتول، تدفع طبعا لأهله في الدولة الأخرى. ومع تحرير الرقبة، وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد
إذا ما في رقبة يحررها. فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. الكفارة في القتل الخطأ أيها الإخوة يدفعها أولياء القاتل، يعني عصبته، أخوه، أبوه، أولاده، أولاد عمه، أخوته، كل أقاربه يشتركون ليخففوا عنه أمر الدية، لأنه ما فعل ذلك قصدا. وأيضا حتى يكون هناك في المجتمع الإسلامي رقابة اجتماعية، فإذا كان بده يتهور وما يضبط نفسه ويقع في قتل ثاني كل أقاربه خيوه اتطرفنا أنت كل فترة، فيكون رقابته اجتماعية قوية. أما في القتل العمد منه ينبغي أن يشتغل ويبذل المال الدية إلى أولياء المقتول دية عظمى أو دية مغلظة. ومن يقتل مؤمن، وكان الله عليما بمن قتل خطأ أو قتل عمدا حكيما فيما حكم من الدية والكفارة. ثم الآية الأخيرة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي قاصدا قتله، سواء أكان بآلة من شأنها أن تقتل مثل السكين أو الرصاص أو المثقل أو السيف، أو بآية لا يقتل مثلها ضرب بخشبه ولكن على مكان يقتل على رقبته مثلا أو على، فمات، فيعتبر قتل عمد لأنه هجم عليه وصمم على قتله. فالقتل العمد لا يمكن في الإسلام أن يتصرف فيه متصرفون من المحامين اللي بغيروا الحق، مو كلهم، اللي بغيروا الحق إلى باطل، لا. إذا كانت الآلة يقتل مثلها أو ضربه بآلة لا يقتل ولكن على مكان يقتل فيه فيعتبر قتل عمد. أما ما قصد قتله لا، ما يجوز ترفع سلاح على مؤمن أبدا، قصدت أو ما قصدت ما لنا في هذا، ما لنا في قلبك، هذا قلبك يعرفه الله. فالمتعمد إذن الله سبحانه وتعالى يقول عنه، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. كان ابن عباس يقول، من قتل مؤمنا متعمدا فهو خالد في النار لا يخرج منها. ولكن اتفق علماء الصحابة على أن من قتل نفسا متعمدا إذا تاب إلى الله ودفع الدية مستلزمات الدية لأولياء المقتول وطلب العفو وعفى عنه أولياء المقتول فلم يقتل أو قتل مع التوبة يرجى أن يخرجه الله من النار. أما إذا كان مستحلا قتل المؤمن فلن يخرج من النار. ولذلك أيها الإخوة، هؤلاء القتلة في القرن العشرين الذين يحملون السلاح على الإنسان لمجرد أنه هفى هفوة أو حتى بدون هفوة، نحن نرى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يكثر الهرج، قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. الناس الذين يكونون ماشي في الطريق ومنهم ابن أخي كان راكب تاكسي بجانب السائق، فقناص ضربه برصاصة في رأسه ومات. لما قتل؟ ليش؟ هل هو يعادي سلطان فرعون يعادي كذا؟ لا، ماشي في طريقه رايح إلى بيته. ومثل هذا الكثير الناس عندما يكون عند المخبز فتأتي الطائرات فتضربهم ويموتوا، لماذا قتلوا؟ لماذا؟ القاتل يبرر ويبين، لا لسبب، هكذا من أجل عيون الطاغوت المتسلط الظالم. لو كان عنده ذرة إنسانية لكان ترك البلد ومشي، ولكنه وحش وأسوأ من الوحش. الوحش أيها الإخوة يضرب فريسته ويأكل ويشبع ويترك الحيوانات الأخرى، أما هذا أسوأ من الوحش، يقتل ولا يدري لماذا يقتل، لأن أسياده انسروا بقتله، لأنه عندما يقتل الناس في سوريا ويفني كثير من الشباب منهم ويضيع اقتصادهم ويهدم بيوتهم، عند ذلك لا تقوم لهم قائمة إلى 20 أو 30 سنة، فترتاح إسرائيل. فهو إذن يسير في خط يريد فيه رضا إسرائيل عنه، من حيث يدري أو من حيث لا يدري. فهذا الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، نحن رأيناه مفسرا في أعيننا، وهذا ما يدل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب أو سنة فهو حق. إذن كل من شارك في قتل المسلمين المؤمنين لماذا؟ من أجل فلان أو من أجل علان أو من أجل شعار أو من أجل كذا أو من أجل التسلط،
فهو في جهنم وهو كافر بنص القرآن. ما نحن كفرناه هو الذي أظهر كفره باستحلال دم المؤمن. أما المؤمن لا يقتل المؤمن إلا خطأ، قد يصدر منه القتل ولكن لا يقصد القتل. أما من قصد القتل ومن ساعد على القتل ومن رضي بالقتل ومن ساهم من الحكومات، حكومة إيران مثلا، حكومة الاتحاد السوفيتي، كفار ما مؤمنين، ما مستحيل. ولكن هؤلاء الحكام اللي في إيران الذين يظنون، الحكام أقول الذين يظنون أنفسهم أنهم مؤمنون، ينبغي أن يفهم شعبهم أنهم لو كانوا مؤمنين لا يساعدون في قتل المؤمنين، فهم كفروا أنفسهم. ما حد كفرهم، أنهم بيزعلوا التكفيريين، لا، التكفيريون غيرنا يا أخي. هؤلاء هم الذين أظهروا كفرهم بالعدوان على المؤمنين واستحلال دمائهم، ومن يستحل دم المؤمن يخرج من الإسلام بنص القرآن. والحمد لله رب العالمين.